خطفها شغفها بالتصميم والأزياء والألوان تخصصها في الترجمة الفورية التي درستها في اسكتلندا. صحيح، ولأنها كانت ملفتة دائما في اختيار ملابسها وطريقة تنسيقها، حولت هذه الهواية إلى مهنتها وأسست أيضا علامتها الخاصة. صحيح محمد، أطلقت إذن بلاك كراون أو التاج الأسود من قرابة الأربع سنوات، التي تقدم من خلالها تصورها الخاص للمرأة الأنيقة والعصرية، انطلاقا من العباءة الكلاسيكية التقليدية مع نفحات من الكيمونو الياباني التقليدي. هي جريئة وتحب التميز وتتوجه إلى المرأة التي تبحث عن التفرد، لكن مع المحافظة على الطابع المحتشم. صحيح، للحديث أكثر يسرنا أن نرحب بالمصممة نهاد السمرائي. أهلا وسهلا بك وصباح الخير. سعد صباحك أستاذة نهاد، وشكرا لبيتك دعوتنا. أكيد. صباح النور، وإلي الشرف أكون في برنامجكم في تلفزيون دبي. العفو، أهلا وسهلا فيك. ما شاء الله، يعني متعددة المجالات. أنا ممكن أطلق عليك يعني اليوم أنت استهواك علم التصميم أو عالم التصميم عفوا، ولكنك درستي أيضا الترجمة الفورية وعملتي في مجال العقار. نعم. يعني كيف تقدرين اليوم تنسقين بين هوايتك وأيضا عملك؟ أولا الدراسة شيء. صحيح. الدراسة والتخصص في مجال الدراسي شيء، هو طبعا أنا حصلت الماجستير في الترجمة الفورية، ومن ثم عملت كموظفة بعد هاي المرحلة الدراسية للخبرة في قطاع النفطي والاستثمارات البترولية الدولية، ومن ثم طبعا أعطتني الخبرة دخلت في أسست شركتي العقارية. هي كانت في أبوظبي، إمارة أبوظبي، وطبعا بمساعدة شوية من الوالد لأنه هو في قطاع البناء مهندس معماري أيضا، فكنت أستعين مع يعني منه ببعض الشغلات. ولكن بفترة من الفترات حسيت الكل في أثناء عملي يشوفون القطع، لأني أنا كثيرة السفر، يشوفون القطع يقولوا لي أنت من وين تجيبينها، مثلا من وين طريقة التنسيق، ليش ما تسوين لاين خاص بالأزياء، لأن نحن كبنات وأيضا من الإمارات نلبس هاي الأزياء ونريد نحدثها أكثر. طبعا العباءة الإماراتية كعباءة سوداء لا يعلى عليها، هي عباءة الأسود سيد الألوان، ولكن في الوقت الراهن ولها خصوصيتها. يعني نعم نعم، وهي تقليدية لها خصوصيتها، يعني ملكية. فالتغيير أيضا مطلوب، يصير في ملل، في كسر للروتين، بدينا نسافر بكثرة مع صديقاتنا، فريدون يكسرون من العباءة إلى زي شوية أكثر أيضا محتشم، ولكن يعني في ألوان، في روح، يواكب العصر. نعم، والألوان تعطي طاقة يعني. صحيح. بصراحة. صحيح. نكون واقعيين. أكيد. أكيد. يعني أنت من هوايتك هذه تطورت وأصبحت مهنة، يعني كنت مهتمة في اللباس أو الملابس وصارت بالصدفة مهنتك. صارت. بالصدفة. أثناء البانديميك. نعم. أثناء الكورونا الجائحة اللي صابت إن شاء الله يعني ما ترجع، في عندنا وقت ضيق للطلع، نروح على سوبر ماركت نشتري أغراضنا سريع، يعني أوقات سريعة، الأناقة راحت، ما نهتم بولا شيء. طبعاً أنت بس همك تطلع وترجع، تريد تجيب الغرض من سوبر ماركت وترجع، يعني هذا أقصى رحلة أنت تروحها. صحيح. وتغير جو فيها. فطبعاً قعدنا مع البنا، ذكرتيني. إيه تتذكر؟ فنقعد نقول لا مستحيل يعني نطلع بلبس رياضة ونرجع بلبس رياضة وشكلنا وشعرنا، لا. فحاولت أسوي شيء، أسس طبعا شركتي في المملكة المتحدة، وأخذت التراخيص بشكل كامل، وبعدها بلشت الرحلة. بلشت الرحلة كلها كانت أونلاين، والإمارات تحديدا دبي كانت سباقة، يعني ما كان شيء، ما في ريستركشن، ما في تحديد، يعني. صحيح. البلد الوحيدة دبي كانت سباقة ومنفتحة ومنطلقة. نعم في. صحيح. في حدود، في ريستركشن، ولكن الكل كان يشتغل من البيت، نشتغل. صحيح. دورات كنا ناخذ من البيت، كل شيء كنا لم تتوقف الحياة بشكل كامل، مع أنه كان في
حظر أو كان في الحجر المنزلي الصحي، لكن لم تتوقف حياة، كان البيئة متوفرة، بيئة العمل أو الانفراستراكشر، وضلينا عم نشتغل صحيح وندرس فعلا. وفعلا بلشت في التصميم وطلعت، كان شوية في صعوبة لأن الوقت كان ضيق يعني، ولكن الصبر حلو وفعلا وبلشت. يعني احنا دائما نقول رب ضارة نافعة، يمكن احنا مثل ما ذكرتي انت اوقات كورونا ما حد يبغيها ترجع، ولكن الكثير من الناس استمدوا شغفهم يمكن من قعدتهم في البيت، اكتشفوا بينهم امور، اكتشفوا عن امور كثيرة ومواهبهم. طيب اليوم انت يعني احنا كلنا نعرف بان الاهل دائما يعني يرغبون الاستقرار، وايضا نقول يمكن نعم الاستقرار لاولادهم. اليوم اهلك انت كيف كان موقفهم مع هذه القرارات اللي اتخذتيها؟ هم أول الداعمين يعني، دائما الأهل أول الداعمين، أول الداعمين في الفئة الدافئة. الفئة الدافئة عادة هم أول ناس يشترون من عندك بالتسويق، وهي الفئة الدافئة، الأخت، الخالة، صحيح. الأم، الأقرب يعني، الأقرب شيء، ومن ثم هم يلبسون ويطلعون للعالم. وبعدها مثلا صديقتها اللي أقل، صديقتها من بعيد، الناس البعيدة، الفئة الباردة اللي تجي بعد الأقارب أو نقول أخف شوية. فصار بدت المعرفة عن التصميم وعن الأزياء نفسها وعن فكرة الزي نفسها من خلال الأهل، كانوا أول الداعمين ولا زالوا لحد الحين. نعم الله يخلي لك اياهم يا رب. نحن عم نشوف بعض اللقطات الان من تصاميمك استاذه نهاد، يعني عم نشوف انه انت بعيده كل البعد صراحه عن تصاميم تقليديه. نعم. من وين لك هذا الالهام بهالتصاميم؟ في فتره من الفترات انا عشت في كنت، في منطقه اسمها كنتبري في المملكه المتحده، وكان جاليه كبيره من اليابانيين موجودين، كنت أختلط فيهم بكثرة، يعني من الصبح بالجامعة لحد المساء تقريبا، يعني 7-8 نكون مع بعض باللاب. فعندهم ثقافة وعندهم حضور وما فيك تتغاضين عن هاي الثقافة بصراحة. وأنا بطبيعتي أحب الثقافة اليابانية بشكل خاص، مبين صحيح، ولهذا السبب وحسيتها أقرب، ما نريد نقول عملية. أيوة. وفيها تصميم الفخامة في الخامة، الفخامة هي بالخامة نفسها، بالخامة نفسها. والتصميم يعني البسيط ولكن الراقي، يعني أحيانا السيدة، أنا كسيدة مش دائما أرغب أنه أقطع الميكب أو أعمل شعري، حتى أحيانا أريد أرفع شعري وأحط ممكن حمرة، شيء بسيط ولكن مع هذا الزي يعطيني فخامة يعني. نعم. يعوض عن نقطة أنت كنت دائما. نعم نعم. وينلبس مع الهاي هيل، يعني مع الكعب العالي، العفو، مع الواطي، يعني ينلبس بكذا طريقة. شوفي يعني أولا يعني الشعب العراقي شعب مبدع كل أمانة، يعني منو يعني يا كانوا في التصميم أو كانوا حتى في الهندسة، 100% مبدعين في التصميم، مبدعين في التصاميم يعني، ومنو ما يعرف أكيد زها، يعني صحيح يعني زها حديد، زها حديد طبعا كانت يعني من أفضل الله يرحمها، من أفضل المعماريين، وكانت أيقونة عالم على مستوى العالم، متجددة لها هنا في الإمارات، في كل دول العالم موجودة. نعم. فما شاء الله عليكم. نعم. يعني شهادتنا فيكم مجروحة. صحيح. هو لأهل العراق حبيبتي، ومبدعين في العراق. هو كل العراقي يعني، العراقي دائما عنده النهر والزراعة، لما موجود النهر والزراعة فيكون عنده الإلهام شوية. صحيح. وبعدين أحيانا يكون مو متعلم لكن نحات، يكون أمي لكن نحات. صحيح. يكون طبيب لكن رسام وعازف. صحيح. يعني الوالد هو فنان أيضا قبل ما يكون معماري. يغني يعني؟ لا فنان، هو أول مؤسس مسرحي في دولة الإمارات. آه ما شاء الله. من 1963. ما شاء الله. فهو أول من حط بنى خشبة المسرح وعمل نصوص مسرحية، كان بدايتها من أجل ولدي وخالد بن الوليد. مبدعة من ظهر مبدع. الحمد لله والشكر. الله يحفظكم. أكيد. طبعا المصممة نهاد السامرائي
يعني احنا وصلنا وياك اكيد لختام الفقره، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك اكيد التوفيق. كل التوفيق في زيارتك القادمه الى اليابان ان شاء الله. ان شاء الله. مشكوره، شكرا جزيلا لك.